ازيكم يا شباب، الاخبار؟ النهارده ان شاء الله هنبدا نحل كتاب المعاصر ثالثه اعدادي. هنبدا بيونت 1. اوكي، في يونت 1 ليسن 1 و 2 بيج 19 صفحه 19 هنبدا كده بالفوكاب. السؤال الاول بيقول لك a or an a is something that people build to remind them of an important person or event. اوكي، فهنا زي ما انت شايف كده بيقول لك ايه هو الشيء، خلاص، اللي الناس بيبنوه علشان بيفكرهم بشخص مهم او حدث مهم. شخص مهم او حدث مهم. ثانية واحدة. صح. اوكي، اول واحدة هتبقى monuments، الاثر. طيب لو جينا بصينا، انا برضو عايزك تبقى ذكي، لازم تترجم كل حاجة وانت بتحل السؤال اللي تشوز. فهيجي مثلا يقول لك اول واحده اكواريوم. اكواريوم زي ما انت عارف اكواريوم يعني ايه؟ اكواريوم يعني متحف الاحياء المائيه او حوض سمك، ماشي. لايبراري مكتبه، مونيومنت اثر، ماونتين جبل، فتبقى الاجابه مونيومنت اللي هو اثر. طيب نمبر 2، a or an a is a place where you can play volleyball, tennis and other sports. بيقول لك مكان خلاص بتلعب فيه volleyball او تنس او اي رياضه، فده ايه؟ المونيومنت الاثر، ولا سبورت سنتر مركز رياضي، ولا اكواريوم متحف الاحياء المائيه، ولا البنك؟ وطبعا هي هتكون ايه اللي احنا بنلعب فيه ده؟ هيكون الايه؟ السبورت سنتر. اوكي، ننزل بعد كده بيج 20. اوكي، question number 3. اوكي، بيقول لك مين ذا كارز لوريز اند موتور بايكس ذات يوز ذا رود. معناها عربيات او لوريز، خلاص، اللي هي اللوري العربه، خلاص، اللي هي اللوري، اند موتور بايكس ذات يوز ذا رود، بيستخدموا الطريق. ايه هي؟ ترافيك اللي هو المرور، ولا بورتس خلاص اللي هو المواني، ولا بارتس اجزاء، ولا ستيشنز اللي هي محطات؟ فطبعا هي تكون ايه؟ ترافيك اللي هي المرور. نمبر 4، a large park or open area where scientists study plants and trees is a. بيقول لك حدائق كبيرة، خلاص، أو أماكن مفتوحة العلماء خلاص بيدرسوا النباتات والأشجار فيها، فدي اسمها إيه؟ أكواريوم، متحف الأحياء المائية، ولا بوتانيكال جاردن، ولا بوتانيكال جاردن خلاص حياة نباتية، ولا فيري عبارة، ولا رافت اللي هي قارب؟ فطبعا هتكون ايه؟ botanical garden. On Friday early morning the streets are very peaceful. خلاص، the synonym of the word peaceful. peaceful معناها مسالم او هادئ، فهيبقى معناها ايه؟ synonym يعني مرادف، synonym يعني مرادف، ف peaceful هيبقى ايه؟ معناها careful حريص، terrible فظيع، quiet هادئ، noisy يعني ضوضاء. طبعا انا بقول لك peaceful مسالم او هادئ، فهتبقى معناها ايه؟ quiet اللي هي بمعنى هادئ. طيب number 6، there are a lot of attractive gardens in our city. the word attractive means ايه؟ بيقول لك ان هنا في حدائق جذابة في المدينة عندنا، فكلمة attractive هنا معناها ان الحاجة دي ايه؟ large، واسعة، interested، شيق او مهتم، ugly قبيح، beautiful جميل، فتبقى attractive معناها beautiful. اوكي، ننزل بعد كده number 7، يقول لك the antonym of the word peaceful. ايه مضاد peaceful؟ انا سأل لك peaceful معناها مثالم او هادئ، طيب وعكسها هتكون ايه؟ noisy ضوضاء، calm هادئ، slow بطيء، comfortable مريح، فطبعا هتكون ايه؟ noisy اللي هي ضوضاء. طيب the prefix a gives the opposite of the word usual. كلمة usual لو زودنا لها prefix، prefix ده اللي هو بزوده في الأول، إيه ال prefix اللي أنا لو زودته ال usual يدينا عكسها؟ ال usual، ولا ir usual، ولا unusual، ولا im usual؟ فهتبقى إيه؟ unusual، usual عادي، إنما unusual غير عادي. طيب to make the adjective from the word peace، peace دي عشان أخليها adjective بنزود إيه؟ peaceable، peaceful، peaceful، peaceful. طبعا هي بتبقى peaceful، peaceful بمعنى هادئ. if something is a it's enjoyable and exciting، بيقول لك لو الحاجة ايه معناها ان هي
ممتعة ومثيرة. يبقى لو هي ايه؟ boring مملة، tiring متعبة، interesting شيقة، bad سيئة. فلو الحاجة ايه؟ interesting شيقة. There are okay number 11. There are a lot of monuments in Luxor. بيقول لك في آثار كتير في الأقصر. Monuments here means A of the past. فبيقول لك يا هتبقى old buildings ولا يعني مباني قديمة، ولا fresh buildings مباني حديثة، ولا leather buildings مباني جلد، ولا modern buildings مباني حديثة. طبعا هو بيقول لك monuments، monuments قلنا أثر، فأثر يعني حاجات قديمة، فهتبقى old buildings. اوكي تعالوا نقلل شوية ال thickness. طيب they arrived at school at 7 o'clock. بيقول لك ان هم وصلوا المدرسة الساعة 7. arrived هنا معناها ايه؟ thought اعتقد، bought اشترى، reached وصل، played life هتبقى ايه؟ reached بمعنى وصل. my uncle is very good at sports. ايه تاني؟ at handball. يعني بيقول لك hardly، نادرا، just، فقط، especially، خصوصا، only، فقط. فيبقى عمي شاطر جدا في الرياضات، خصوصا يعني في الرياضة يعني اللي هي اللعب يعني الرياضة، خصوصا الهاندبول، خصوصا الهاندبول. طيب نيجي بعد كده في بيج 21. question number 14. There was a lot of A on the roads this morning. في A كتير على الطريق الصبح. So Mr. Ahmed was late for work. لذلك مستر أحمد متأخر على شغله، لأن في كتير A في الطريق. Care رعاية، peace سلام، traffic مرور، juice عصير، فطبعا هتبقى traffic مرور. The A has different kinds of fish. ايه هو اللي فيه اسماك مختلفة؟ السبورت سنتر مركز رياضي، لايبراري مكتبة، اكواريوم متحف الحياة المائية، او حوض سمك، بوتانيكال جاردن حدائق نباتية. فيبقى ايه اللي فيه انواع من السمك؟ هو الاكواريوم. The pyramids are one of the most wonderful A in the world. بيقول لك ان الاهرامات واحد من اكتر ايه رائع في العالم. Moments لحظات، monuments اثار، dictionaries قواميس جمع قاموس يعني، كورنرز أركان، فتبقى الأهرامات دي مونيومنتس آثار، أكتر الآثار الرائعة اللي موجودة في العالم. طيب نمبر 17. A is the place in which you can borrow and save money. بيقول لك إيه هو المكان خلاص بتقدر إن أنت تستلف أو تحوش يعني تحفظ فيه الفلوس. ماونتين جبل، لايبرري مكتبة، ليك بحيرة، بنك اللي هو البنك، فطبعا بنك فلوس يبقى بنك. أول لأن A is a large area of water with land around it. يقول لك إن هي بتكون أرض و أرض وبيكون حواليها المية، فده يكون ices واحة، lake بحيرة، island جزيرة، beach شط. هو بيقول لك أرض خلاص يعني مكان كبير من المية with land وفي حواليه أرض، يبقى ده إيه؟ ده الجزيرة. لا سوري سوري، دي الواحة، دي الواحة، دي الواحة، آسف جدا. هو هنا احنا اللخبطة جت في ايه؟ هو بيقول لك ان دوت مكان كبير من المية وحواليه ارض، فدي الواحة. انما لو ارض وحواليها مية هي دي الايلاند، انما مية وحواليها ارض دي الواحة اللي هي ويسس. well known and a have the same meaning. well known وكلمة ايه بنفس المعنى، well known معروف، وفيموس بمعنى برضو ايه معروف. the synonym of the word modern. معنى كلمة modern، modern معناها حديث، فmodern هتبقى modern وايه ونيو. تمام. to give the opposite of the word natural. بنزود ايه؟ natural معناها طبيعي، فبنزود ايه علشان يدينا غير طبيعي؟ this natural ولا unnatural ولا irnatural ولا unnatural، فهتبقى unnatural. اوكي the world is quiet, peaceful and calm. are a quiet يعني هادئ، و peaceful قلنا هادئ او مسالم، و calm
دي برضو بمعنى هادئ. فدي كلها ايه؟ دي صفات. انا بوصف حد انه هادي او بوصف مكان انه هادي، فدي صفات، يبقى adjectives. adjectives نيجي بعد كده 23. This machine does many things. الآلة دي بتعمل حاجات كتير، يبقى it's very ايه؟ peaceful، مسالمة أو هادئة، useful، مفيدة، careful، حريص، helpless، غير متعاون، فهتبقى ايه؟ useful بمعنى مفيد. أشرف is waiting for the bus now. أشرف مستني الأتوبيس دلوقتي، يبقى دي معناها إن هو he is at the bus A now. bus A bus station، دي معناها إن هو في محطة الأتوبيس دلوقتي. آدم إيه to his work late yesterday. آدم إيه إلى الشغل متأخر إمبارح. إيه اللي بيجي بعدها to؟ arrived to ولا got to ولا reached to ولا found to؟ طبعا got to، اللي بتاخد to هي got، إنما arrived دي بيجي بعدها يا إما in أو at. طب و reached ما بيجيش بعدها حاجة، تمام؟ طيب arrive in معناها ايه؟ يصل الى مكان كبير، يعني اقول لك arrived in Egypt، arrived in France، انما arrive at school، arrive at hospital، arrive at museum. طب انما got بيجي بعدها to. طب reach ما يجيش بعدها حاجة. can you aim me the direction to the post office؟ ممكن ايه تديني اتجاه الاتجاهات لمكتب البريد، فيبقى make me ولا give me ولا take me ولا have me، فتبقى give me. give me تعطيني، give me the directions، give me تعطيني. 27. we always a shopping on Fridays. we always a go shopping. go shopping on Fridays. go shopping on Fridays. طيب كده احنا خلصنا lesson 1 و 2 في الفوكب. خش بقى على الجرامر. وانت عارف ان في الجرامر اللي عندك كان عندك ال prepositions. اوكي prepositions عندك اول حاجه preposition of place اللي هي حروف الجر بتاعت المكان، خلاص، اللي هي in و on و next و behind و opposite و in front of و near و above و under و between و on the corner. خلاص نقول لحد خش يمين turn right، خش شمال turn left، على طول go straight on، وهكذا. عندك in و on و at. اوكي in وon وايه وات. طيب نيجي كده السؤال الاول، بيقول لك I usually ثانيه بقى كده طيب I usually visit my grandparents if Friday is ده يوم، والايام بتاخد on، تبقى on Fridays. مريم's birthday is ايه؟ the first of April. مش دوت the first of April يعني يوم 1 ابريل؟ مش ده يوم؟ اه يبقى on. طيب I always go to the park ايه the weekend. this weekend دي بتاخد at the weekends. at he was born ايه 27th of November. مش ده يوم؟ ايوه يبقى on. does حاتم go shopping ايه afternoon؟ بتاخد in. اي afternoon و morning و evening الحاجات دي بتاخد in، انما night بتاخد at. The library is A. The museum and the restaurant. مش دول حاجتين؟ أيوة يبقى between. between الاتنين. طيب A. Saturdays. Saturdays ده يوم صح؟ يبقى on. The library is A. To the bank. مش في to the bank، يبقى next. next to the bank. طيب A. lunch time. I visit my cousins. lunch time دي بتاخد at. I always go to the park at Saturday mornings. ايه ده؟ هتقول لي طب ما انا عندي Saturday وعندي morning يا مستر. ما هي morning بتاخد in وSaturday بتاخد ايه؟ on. انت ليك دعوه بدي. خلاص يبقى ايه؟ on. مالكش دعوه باللي بعدها. انت ليك عليها الدور ايه؟ Saturday. طيب. From the station go straight on. Tourists like to visit Luxor in winter. Seasons بتاخد in. يعني spring, summer, winter, fall او autumn. الحاجات دي بتاخد in. My father finished his study. بابا خلص مذاكرته ايه the 1970s. مش هنا دوت 1970 وحاطط الاس اللي هي الفترة ديت. الفترات بتاخد ان، الفترات بتاخد ان. Farmers usually start working دون ده الفجر. دون ده بياخد ايه؟ at دون at. Clothes were very different. الهدوم كانت مختلفة ايه؟ the 18th century. خلاص القرون بتاخد in،
قرون بتاخد ايه؟ القرن ال 18. I will give you a present ايه your birthday on your birthday. مش your birthday ده يوم يبقى ياخد on. They travel to Dahab ها on holiday. On holiday. Children in Egypt go to school at the age of 6. وهو عنده 6 سنين. ال ages بتاخد at يبقى at the age of 6. Lucy was standing on the right. On the right. Standing on. She usually gets up at half past 8. مش دي ساعة؟ الساعة 8:30. يبقى at half past 8. طيب تعالوا نحل الديالوج. سمير is asking Nabil about the way to the library. فسمير بيقول لنبيل excuse me, could you help me؟ هيقول له حاجة. بعد كده يسأله سؤال يقول له go past the restaurant, the library is on the left. هيسأله سؤال يقول له no, it isn't far. Do you think it's open now؟ هيسأله سؤال يقول له you are too late, I guess. I will come back earlier tomorrow. Thanks a lot for your help. اوكي فهو بيقول له اكسكيوز مي كود يو هيلب مي، فطبعا هتقول له يس شور اكيد ايوه عايز مساعدتك، هتقول له يس شور. طيب اساله سؤال هيقول له جو باست ذا ريستورانت ذا لايبراري از اون ذا ليفت، يبقى هو بيساله اللايبراري فين، فيقول له ايه وير، عشان بنسال عن المكان يبقى وير از ذا، وير از ذا ايه لايبراري. اساله سؤال يقول له نو ات ازنت فار، يبقى لا مش بعيده، يبقى يقول له از ات far؟ هل هي بعيدة؟ قال له no it isn't far. Do you think it's open now؟ بيقول له you are too late، انت متأخر جدا. قال له هاجي بكرة بدري. يبقى do you think فاتحة دلوقتي؟ طبعا يقول له لا، بيقول له انت متأخر. I will come back earlier tomorrow. Thanks a lot for your help. هيقول له ايه you are welcome. حد بيقول لي شكرا، قال له you are welcome. طيب السؤال الثاني خلاص بيكون جايب لك كلمات وبتحطها في السبيسز زي however ومع ذلك monuments آثار furthermore بالإضافة إلى، ما تيجي تحله بالترجم كده الأول peaceful مسالم أو هادئ directions اتجاهات adventure مغامرة. فبيقول لك visiting different places is one of the best things you can do. بيقول لك إن إنك تزور أماكن مختلفة دي واحدة من أفضل الحاجات اللي أنت تقدر تعملها. It's a great A ايه اللي عظيم. A lot of people come to Egypt to visit the ancient. الناس كتير بيجوا مصر عشان يزوروا ايه اللي قديم. In Luxor and Aswan. Also Egypt has wonderful and ايه places. بيقول لك مصر فيها ايه رائع واماكن ايه تاني. ها تقدر ان انت تركب مراكب و كانوز خلاص في الايه في النيل. طيب يبقى بيقول لك ان انت انك تزور اماكن مختلفة دي واحدة من افضل الحاجات اللي انت ممكن تعملها. وده يعتبر it's a great ايه it's a great adventure. Adventure مغامرة عظيمة. ناس كتير بيجوا مصر عشان يزوروا ancient ايه يزوروا ancient يزوروا ايه قديم ايوه monuments صار القديم. In Luxor and Aswan. Also Egypt مصر كمان فيها اي رائع اماكن رائعة and ايه peaceful صح هادئة. You can ride boats وكمان تقدر ان انت تركب بوتس وهكذا، يبقى ده further more اللي هو بالاضافه الى. طيب القطعه بقى انا هسيبها لك، انا عارف ان انت ايه شطور تقدر تحل القطعه الوحيد. هنا بقى السؤال الاول بيقول لك ايه is the place where you can see beautiful fish there. مكان بتقدر ان انت تشوف السمك الجميل فيه، ده اللي هو الايه الاكواريوم متحف الاحياء المائيه. اسماعيليه is beautiful there are a buildings and interesting monuments. attractive ولا boring ولا natural ولا weak؟ طبعا attractive اماكن جذاب. ايه اللي معناها more than usual اكتر من العادي، فتبقى specially خاص مميز. ها مضاد modern ها old قديم. You can't hear any traffic here. مش تقدر انك تسمع اي مرور هنا، لان دي معناها ان هو ان المكان ده ايه peaceful هادئ. Okay. We can give the antonym of known. Known معناها معروف، عكسها بيبقى ايه unknown غير معروف. The bank is a to the shopping center اللي بيجي بعده to next. برافو. The restaurant is a the corner on the corner. Judy goes to the sports center
خلاص ايه the afternoon on Saturday؟ afternoon تاخد ايه؟ in. برافو علينا. طيب I live a small village. I live in. أعيش في. Mon usually visits her grandparents in the weekend at the weekend. At the weekend. Okay. آخر حاجة بيقول لك اكتب لي review on the place you visited. ده تكتب زي مقال نقدي أو عرض لمكان أنت زرته. طبعا أنت لسه جاي من أجازة فممكن تكتب بقى عن العلمين، الساحل، حديقة الحيوان. خلاص تبدأ بقى تتكلم يعني، وتتكلم بقى مش ايه، مش I went to the zoo with my family, my father مثلا drove this car، بابا اللي سال عربية، it's a good place، كان مكان. لا انت هتتكلم بجد يعني، تقول مثلا ان انت رحت حديقة الحيوان وشفت الأسد مثلا وهو بيلعب، مش عارف ايه، شفت القرد وهو بيتحرك، لما رحت انا اكلت ايه مثلا، وتقول المكان مثلا هل هو نظيف ولا هل هو مش نظيف، هل المكان انت بتنصحني ان انا اروحه ولا ما اروحوش، هل المكان كان بعيد ولا قريب، هل المكان كان فيه خدمات مثلا، في مثلا بيعملوا فيه في كيوسك مثلا، كشك يعني، في فود ستول اللي هي زي شكل الاكل، هتقعد بقى تتكلم بقى في لا ده ما فيهوش كذا، حر الحمامات بتاعته نظيفه مش نظيفه، تتكلم. انما ما تقولش انا رحت مع بابا، رحت امبارح الساعه 4 الجو كان حر، كلنا، ده كلام ايه كان سته ابتدائي. انما انت كبرت دلوقتي وبتكتب 110 كلمه، خلاص يعني صفحه فلوسكاب مثلا. شكرا، وان شاء الله هنكمل lessons for الفيديو الجاي. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل الجديد. شكرا.